مرات تراجع من الجامعه رايح للبيت دام شي شفت مره ضاعت عليها قالت لي حلو بزايد بيك بدون سبب بدون ما انا اعرفها بدون ما هي تعرفني بدون اي سبب انا انصدمت دارت علي قلت لها عفوا حجي وياي قالت ايه حلو بزايد بيك يعني هذا الشيء ما اعرفه انا ولا تعرف اي شيء عني اجاني احساس انه هو لا احساس خلينا نسميه انه هاي الامراه العجوز كبيره بالعمر قالت لي هيك شيء ظلت صافن ظلت افكر بيها ليش شافتني بهالنظره يعني معقول انا مسوي لها شيء كل ما في الامر انه انا راجع للبيت وبتاكيد بس تعرضت الحادث اثر هذا الحادث انقصت ايدي حادث اثر كلش بنفسيتي وياذيني كل ما اتذكره اطب متاهات اطب باشياء كلش مؤلمه لان كان فعلا مؤلم فما اريد اتذكره وما اريد اذكره قبل وقوع الحادث كان طفل عباره عن رياضه تمرين عباره عن شخص حالم طفل حالم دائما ابوه على بروسلي كان هو الشيء الوحيد اللي بحياتي فنون قتاليه وتمرين وعضلات ونفس الوقت فيلم ميكينج يعني فكان عندي بروسلي هو الدافع مالتي انا طفل بكسن الطفل كان عنده هواية احلام اصير فيلم ميكر اصير معضل لاعب فنون قتاليه عنده بطولات اضافه لهاي الاحلام كنت دائما اتخيل نفسي واحلم انه اريد اصير طيار حربي اول ما اكتشفت انه ايدي راحت طبعا كنت نايم بالمستشفى فاقد الوعي بعد ما فتحت عيني سالت ابويا ابا وين ايدي قال راحت ما اعرف شنو الاحساس اللي جاني بس احساس عميق كلش فكرت هوايه كلش انه شلون راح اواجه العالم بعد ما اطلع من المستشفى العالم شلون راح يباعوا لي احلامي وين شلون راح اصير معضل شلون راح اصير لاعب فنون قتاليه شلون راح اكمل حياتي شلون راح اتعلم اكتب شلون راح اتعلم ارسم شلون راح اتعلم مونتاج من جديد شلون راح الزم كاميرا شلون راح اطلع للعالم شلون راح وايد تفاصيل تغيرت حياتي جذريا وكنت اعرف انه حياتي راح تتغير جذريا بعد الحادث مباشره كنت ما اطيق نفسي ابوع بالمرايه ما كنت ابوع بالمرايه على نفسي لان ما كنت متصالح ويا نفسي كان يوم من الصبح لليل عباره عن الم عباره عن اوجاع ما تنوصف حسيت فعلا انه حياتي وقفت الحياه انتهت بالنسبه لي بعد ماكو شيء يستحق انه اعيش بعد ماكو شيء يستحق انه ارجع لحلمي واكمل ما كنت مخطط انه راح اصير هيك انا كنت مخطط غير شيء وكنت افكر بغير شيء الاثر النفسي اللي صار بسبب هالحادث اريد اسميه يمكن اضطراب بعد الصدمه كنت بين فتره وفتره او احيانا كل يوميه احلم واسمع اصوات اشياء كلش مرعبه اشياء من صلب الحادث وانا نايم ارجع اعيش الايام والاحداث اللي صارت بالحادث وقبل الحادث هذا الشيء كله صعب من تقعد من النوم مصدوم كلش اللي اتذكر من عندها انه من تقعد من النوم تعيط وتريد احد يسكتك او احد يهديك وكل الناس موجودين قبالك اللي يحبوك واللي تحبهم يهدوك بس انت ما تشوفهم مجرد ما تشوف احداث صارت ما تسمع اي صوت احد لا تسمع صوت والدك او والدتك او اخوك او اختك تسمع مجرد اصوات من الحادث من صلب الحادث تحس بنفسك انت بعدك من المستشفى تحس نفسك انت بعدك تتالم الحادث الجروح طابت بس الجروح سببت احداث سببت اشياء وجروح العالم ما تشوفها لكن انا احس بيها فقط اكثر نوع دعم حصلت عليه هو دعم معنوي بداية كان من عائلتي بعدين من أصدقائي وحتى ناس ما أعرفهم هواية كان عندي مجموعة من الأصدقاء مختصين بالطب النفسي دائما كانوا ينصحون إنه لازم أراجع طبيب نفسي لازم أروح لازم أعرف شنو بيه ما كانوا ما يريدون أبقى بهاي الدوامة النفسية اللي أنا بيها دائما ينصحوني روح طبيب نفسي روح راجع نفسك لأنه أنت عندك جرح ما ينشاف بس لازم تعالجه فالطبيب النفسي هو راح يعالجك يا بدأت أستحي أروح لطبيب نفسي بعدين شجعت وطلعت ويا نفسي وقلت لازم اليوم اروح للطبيب النفسي اول ما طبت للطبيب النفسي كان انسان كلش روعه كلش حباب كان متفهم كلش يعرف معنى الطب النفسي الحقيقي فمن رحت له كان مجرد ما يقعد يسمعني يقول لي ايش فيك احكي لي سولف لي صار مثل صديق لي قمت احكي له هواي اشياء
ما اعطاني علاجات، قال لي انت بس ما عندك واحد يسمعك. كان فعلا يسمعني، ساعدني هواي، كان دائما ينصحني انه اطلع واتمرن، دائما كان ينصحني اطلع من البيت، اطلع من مكاني، اسوي اشتغل من جديد، الزم كاميرا من جديد، اصور من جديد. شعوري من كنت احكي العالم عن ما بداخلي، احكي عن الامي، كان شعور مثل انه قلاص مملي وتفرغه، مثل حمل ثقيل كلش، وتبدي شوي شوي تشيل من عنده، تبدي شوي شوي تنزل من وزنه. هذا الشعور كلش مريح كان، واحساس كلش حلو. اول مره حسيت بيها اكو امل جديد، من رجعت اتعلم مونتاج بجديد، كان شيء كلش حلو. من تعلمت مونتاج بايد واحده اعرف شلون اقسم ايدي، رجع له الامل انه ممكن اصير مونتير من جديد، وممكن اشتغل على اسمي اكثر من قبل. ثاني شغله، من طلعت للجيم بديت اتمرن، من قمت اشوف تغيير على جسمي، قمت اشوف جسمي يتحسن، هنا انا حسيت بامل كلش كبير، قمت احب الحياه اكثر. بعد فتره عائلتي واصدقائي دروا انه انا راجع اطباء نفسيين. هذا الشيء كان يوقعهم تساؤل، ليش انت شنو بيك ايش بيك؟ تجاوب ما بي شيء، بس تعرف شنو اللي بيه. من عرفوا انه الطب النفسي له فاعليه كلش كبيره، دعموني حتى ماديا، قاموا يسمعوا لي اكثر، قاموا حتى يبحثون على انه شلون ممكن الواحد يساعد الشخص نفسيا. هذا حطوا نقطه ايجابيه انه عرفوا شلون الشخص اذا كان مكتئب يتعاملون وياه. طلب المساعده بهيك مرحله اللي يمرون بها الاشخاص كلش مهمه، لانه اذا ما طلب مساعده، اذا ما فرغ ما بداخله، راح يتاذى كلش، راح يبقى بنفس الدوامه الى مدى حياته. دائما انا ما انصح انه الناس اللي يعانون من اكتئاب، اللي مر بهم حادث كلش صعب واثر على حياتهم نفسيا، دائما انصحهم انه يطلعون من هالدوامه، دائما انصحهم انه يحجون، ما يخافون، يوقفون الخوف، لان هو الخوف الحاجز الوحيد اللي راح يخليهم يكملون، وراح يخليهم يتناسون عن هذا الشيء. حاليا انا لاعب بناء اجسام ولاعب فنون قتاليه سابقا ومونتير وفيلم ميكر، اتمنى انه بيوم من الايام اكون مخرج كبير الي اسمي. طموح اكون مخرج، ايضا طموح اكون بطل بالبناء اجسام والي اسمي والي تفاصيل، لان انا اللاعب الوحيد بناء اجسام بالوطن العربي بايد واحده. هذا الشيء كلش انجاز، كلش مهم بالنسبه لي. اي شخص مار بالالام اللي مريت بيها، دائما ما احاول اساعده، دائما ما احاول اوقف الشيء اللي هو مر بي، دائما اسمع لهم، احكي وياهم، احفزهم، اقول لهم اخذوني مثال على الاقل شلون كنت وشلون صرت. هذا الشيء اعتبره واجب مقدس بالنسبه لي.